مشيت لسيد طيبي ياك، من سيد طيبي درت تعيت وجيت لهنا، ما كاين عام 140 120 130 ما كاينش الدرويش ما عنديش باش انا عطيتهم 70 ما عنديش نكذب ما عنديش يا سيدي الله اللي عالم عليا حنا ايتاما ما عام مجوجي ما والو بزاف انا اختي انا اختي وياد خويا ايتاما بغيت نعيد ما عنديش وسوي انا بنت هنايا حشومه كاع بزاف حشومه الله حشومه كاين ما عندناش علاش صوبوا معانا الحاوي كنت تاخذ ب 60 دابا تقول لك لا 140 150 100 بزاف كاع والله بزاف ما كذبش عليك هينا سير تشوف الحولي اللي قال لي 140 سير تشوفوا كي داير الحولي ديال 140 سير تشوفوا ها هو في هذاك الكاميو انت عندك عقليله باش عتشري يلا باش عتشري عندك 60 ولا 50 ما يبغيش يشريه لك قال لك لا ما كايناش سير قلبي على نعجه ولا قلبي على خروف يلا من عيجي شحال داك الخير؟ 140 نطلب فيه شحال؟ عطوني 100 السلام عليكم كما كتشاهدوا هاد الحواله منطقه ديال زاير منطقه الرماني بالنسبه للعلف كياكلوا الفول والدرق الفول والدرق والشعير مشرد بالنسبه للفسطه دايره 100 درهم البال عادي هاد العام داير 50 درهم في الحصيده داير 50 درهم الفسطه دايره 100 درهم لا ما استفدناش من العلف ما وصلش لنا حنا العلف كاع لا ما استفدنا حتى حاجه ما استفدنا منها حتى حاجه ما وصلتنا حنا كنطلبوا كنقولوا 140 السلعه ما مقاداش 140 130 وزن على حساب كل حنا ماشي غنوزن ما وزنش حنا الحواله السوق كاين الثمن العلف العلف غالي بالنسبه للعلف العلف راه العلف هو اللي مغلي هاد السلعه فهمتي بالنسبة للحكومة اللي خاصها تدعم الكساب باش يخطفت شوية من وسينو هاد العيد خاصو يتلغى يتلغى على الأقل واحد لا خاصو يتلغى باش الحولي يوجد باش بلا ما نبقاو حنا نديرو نستوردو لإسبانيا والسلعة ديال رومانيا العيد خاصو يتلغى على الأقل واحد العامين وثلاث سنين باش الخروف عندنا كيوجد في هاد البلاد فهمتي الخروف خاصو يكون واجد ملي كيتلغى ملي كيتلغى العيد عام ولا عامين السلعه كتوجد الخروف كاين والثمن كاين والدرويش توا الله يحسن العون والغلا كاين الغلا كاين تا الغلا كاين ولكن الدرويش اللي سميتو الكساب راه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الشكر موصول لهيبا بريس صوت الشعب صوت الشارع صوت نبض الشارع المغربي بمناسبة عيد الأضحى أبارك للأمة الإسلامية والمغربية عيد الأضحى مبارك كل عام وأنتم بخير أعاده الله علينا باليمن والإيمان والسعادة والخير والبركة هاد عيد الأضحى بالنسبة للمسلمين فهو شعيرة من شعائر الإسلام ونسك ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذه عبادة صراحة حشومة أن المسلم في هذا اليوم العظيم يوم عرفة يكذب على السلعه ديالو باش الله يبارك في الرزق ديالو خص المسلم يكون صادق مع المواطن ومع الشاري السبب الغلاء هو كل واحد كيتشكى كتمشي عند الفلاح تيقول لك اودي راه الغلاء في المنتوجات الفلاحيه او العلف غالي بزاف قلة التساقطات المطرية هي كانت عامل سبب بالنسبة للتساقطات بالنسبة للتساقطات المطرية كتعامل أساسي في هذا الغلاء ولكن حتى ذاك اللحمة والتآلف ما بين المجتمع يعني بين فئات المجتمع صراحة صارت مفقودة تقريبا إلى ما رحم الله سبحانه وتعالى شكرا بسم الله أنا من الساكنة ديال المنطقة وجينا اليوم للسوق بعد ما باقي دابا غير نهار اليوم النهار ديال عرفة الأغلبية ديال الغنم اللي لقيناها هي غالية في المعيشة غالية يعني في الثمن ديالها وكاين فيها واحد المرض اللي هو ديال الولسيسه يعني الغنم اللي بقات كلها فيها واحد المرض ديال الولسيسه
فهمتيني؟ والناس تتكذب وتتنافق وتتبيع على عباد الله. والمشكل ديال الغلاء اللي دايرو هو المواطن المغربي، لان لقيتي واحد الحاجه غاليه ما نمشيش ناخذها، ما يكونش عليها تسارع. دابا كما تشوف البشر اكثر من الغنم، والحولي فيه والسيس عرج كذا تياخذوه، ما كاين غير 100,000 80,000 90,000. الهيدوره دابا الهيدوره دايره 40,000 60,000. الغنم اللي تتبان ليا رخيصه هي الغنم اللي مستورده من برا، ما بين 58 60 حتى 40 هي اللي بانت ليا كاينه، فهمت؟ انا دابا باقي نهار واحد، والناس الاغلبيه كاينه 60 شي 40% ديال الناس مازال ما معيداش. فهمتيني؟ شي 40% ديال الناس مازال ما معيداش وما عندهاش الطاقه باش تعيد. وهذا هو الميساج ديالنا، بغينا نوصلوا للمسؤولين باش اليوم عرفوا الناس تحلف بعرفه بلا عرفه. حنا ولفنا شوف، فهنا فينا هاد الناس اللي كاينين هنا، البيع والشرايا اغلبيه ما كاينش الكساب وما كاينش اللي سارع الغنم، هنا غير الشناقه. حنا ولاد البلاد تنعرفوهم في الموقف، غير الشناقه. يعني الشناقه اش غايدير؟ تزيد يشنق المواطن بعد 500 ولا 1000 درهم الفوق، فهمتني؟ وليلى هاد العام، هاد العام انا كمواطن انا تنفضل ما نعيش وما نشريش هاد الجرتيلات اللي كاينين. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما نطولش عليكم، يحس العوان الضعيف، يحس العوان الضعيف هاد الزمان هذا. مشينا درنا دويره في الكراجات باش نشريو حتى حنا بحال الناس الاضحيه ديال العيد. قلنا نجيو للرحبه نلقاو شويه الثمن مرخف مرفه كما كيقولوا، لقينا اشد بأسا وتنكيلا. هاد الحولي هذا اللي شتي كتشوف قدامك هذا صراحه يعني حتى بغينا نمشيو بحالنا، ولحسن الحظ لقيناه كيدير واحد الثمن قال لي 52,000 ريال، شريته ب 51,000 ريال، يعني نقدر نقولوا بان صيدته، حيت يعني اقل ثمن اقل ثمن هو 4,000 درهم 3,500 درهم. هذا اللي كنا كنعيدوا فيه هذاك العام، كنا كنعيدوا ب 40,000 ريال 2000 درهم. كيقولوا هما تيقولوا الجفاف، تيقولوا يعني الغلاء ديال هذا الشيء باش كي الماكل العلف ديال الماشيه، وهذا الشيء غير كلام يعني عينا منه. خاص الحكومه تدخل في هذه المساله هذه وتشوف مع الضعيف. هذا الشيء اللي غادي نقدر نقول لك انا، وتبعد ذوك المبررات الواهيه اللي كنحاولوا دائما نسمعوها في وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، الغلاء والجفاف وذاك الكلام الخاوي وحرب اوكرانيا. هذا السيد اللي شراه قال لي 6,000 درهم، وحتى هذا 6,000 درهم راه صراحه غير صيدو. ايوا اش غادي نقول لك، الله يدير تاويل الخير، الله يحفظنا ويحفظكم، والله شكرا جزيلا.